يلا نمشيو للجسرين زميلتي نادية رتيبي. حاضر، ناخذ نادية مباشرة معنا في نسمة الصباح. صباحك فل ياسمين. نادية مرحبا، تحية طيبة لك إيناس وكل مشاهدي نسمة الصباح. طبعا اليوم نعرف أنه ممارسة الرياضة قليلة، معناها الرياضة تمارس بنسب قليلة جدا على المستوى الوطني، وبحسب إحصائيات مقدمة عن المرصد الوطني للرياضة أنه 83.2% من الشعب التونسي ما يمارسوش الرياضة، يعني تقريبا فقط نسبة 13% أو 17% على مستوى وطني هم فقط اللي يمارسوا في الرياضة في مختلف الفضاءات، ولا حتى الرياضة معناها الشخصية. طبعا هذه ممكن يكون عنده تأثيرات كبيرة على صحة المواطنين، ونعرف أهمية ممارسة الرياضة في صحة الإنسان، أهمية ممارسة الرياضة لصقل وصنع وبناء معناها جيل متوازن، وهذه كلها مرتبط بعدة أسباب وعدة مشاكل. اليوم في ولاية القسرين حضرنا على ملتقى إقليمي للوسط الغربي ينظمه المرصد الوطني للرياضة. الملتقى هذه يضم ولايات القسرين سيدي بوزيد والقيروان وفي مختلف المندوبين الجهويين لهذه الولايات، مع برشا وجوه في من وزارة الشباب والرياضة وأيضا ممثلين عن المرصد. الملتقى هذا اللي يعطينا برشا معطيات على معناها نسب ممارسة الرياضة تأثيراتها. باش يحضر معنا السيد نزار السويسي المدير العام للمرصد الوطني للرياضة. سي نزار، اليوم بعد ما قمت بيوم إقليمي في الجنوب الغربي، اليوم موجودين في الوسط الغربي اللي يضم 3 ولايات، الإحصائيات هذه اللي خلى المواطن التونسي اليوم يعزف على ممارسة الرياضة، والحلول اليوم باش نحاولوا نقنعوا الكبير والصغير مهما كانت الرياضة تهم الناس الكل انه ضرورة ممارسة الرياضة مهما كان الفضاء اللي هو موجود فيه. هو بالفعل هذا الهدف اليوم هو عرض النتائج اللي تخص الإقليم الوسط الغربي، وكذلك بشكل تشاركي راعي خصوصيات الجهة نقاو حلول مع بعضنا للإشكال هذا. هوني عنا أهل الاختصاص، أساتذة التربية البدنية، الناشطين في الجمعيات اللي تنشط في الرياضة في الطبيعة، كل الأطراف المتداخلة في شأن اللي نجموا يعطيوا إضافة في للتوعية ونشر ثقافة ممارسة الأنشطة البدنية وتسهيل كذلك الممارسة هذه. خاطر اللي لاحظناه انه في اقليم الوسط الغربي الارقام هي اقل حتى من المعدل الوطني اللي هو منخفض 17%، في الوسط الغربي ممارسة هي في حدود 14%، وهذا امر يخوف الحقيقة. هو حتى 17% راهو ما فماش اختلاف برشا، راهو الارقام بالحق لازمنا ناخذوها برشا حذر ونعطيوها ما تستحق من الاهتمام. يلزمنا نعملوا كل شيء باش نحسنوا الارقام هذه، خاطر مرتبطه برشا بعديد الامراض، واحنا مجتمع ماشي الكورب ديموغرافيك نتاعنا تقلب تيسي 2035، عديد الامراض مع الصعوبات اللي نشوفوا فيها اليوم، حتى احيانا نلوجوا على دواء ما نلقاهوش. الدواء هذا راهو بممارسه بدنيه بشكل منتظم رانا نجموا نستغناو عليه، راهو نجموا نحميوا رواحنا من عديد الامراض، ونجموا كذلك احيانا في بلدان متقدمه النشاط البدني راهو الطبيب يعطي للمريض في غوض يعطيه دواء راهو يعطيه باش يمارس نشاط بدني باش يحميه من عديد الامراض. طبعا هذا يتطلب معناها امكانيات، خاصه نحن كي نحكوا على ولايه القسرين سيدي بوزيد القيروان، ومنها نحكوا على القسرين، نلقوا ان الفضاءات او المجالات لممارسه الرياضه تكون قليلة جدا، معناها ما فماش مسالك رياضية كما موجودين في برشا بلايص أخرى، ما فماش فضاءات كبرى تستقبل الشباب وأيضا تستقطب الشيب، خاطر نحكوا على أمراض نحكوا خاصة المنتشرة في صفوف الكهول. اليوم شنو الحلول اللي نجموا فيها نحاولوا أو تكون فما فضاءات تستقطب معناها المواطن التونسي للرياضة ولممارسة الرياضة؟ والله هو الحلول يلزم الإشكاليات اللي شفناها نلقاو حل وحلول
ستو قصيرة المدى وحلول على مدى متوسط ومدى بعيد. الحقيقة اللي لاحظناه مثلا في الانفراستركتور في الوسط الغربي، يعني ثم تقريبا عدم وجود ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في المسالك الصحية. أغلب الممارسين متاع الأنشطة هذه يمارسوها يا أما في فضاء غير مهيئ، 2022 يمارسوا نشاط بدني في فضاء غير مهيئ ماهوش ليه. نفس الشيء الممارسة هذه تصير في القاعات الخاصة بنسبة كبيرة برش، يعني اللي عنده الإمكانيات يمارس واللي ما عندوش إمكانيات يمارس. ما نقصد بفضاء القرب؟ فضاء القرب هو اليوم التونسي ما يحبش، اللي لاحظناه في الدراسة أن التونسي ما يحبش يقطع مسافة كبيرة باش يمارس الأنشطة هذه. مالوروزمون المنشآت اللي عندنا بحالتها سيئة ما ترعيش الجانب هذايا، ديما نلقاوها بعيدة شوية على البلاد، بعيدة على التونسي اللي الزمن العمل ولا الزمن الدراسي ما يخليهوش يتنقل بسهولة وتخليه يقى الوقت باش يمارس الأنشطة هذه. أكيد معناها مهم جدا ممارسة الرياضة. خلينا بإيجاز شديد لو كان مدام في انتظار، جينا مدام أميرة الصغير، يحضر معنا سيد عزين الشابي المندوب الجهوي للرياضة. بإجاز سي عزين، اليوم لو كان نحن شباب الرياضة، عفوا، لو كان اليوم باش نشجع المواطن على ممارسة الرياضة ولكن تغيب بعض الفضاءات المجهزة، شنو يلزمنا نعمل؟ صحيح، هو معناها تصديق لكلامك، معناها امام معناها ضعف العدد ولا نسبه الممارسه الرياضه، يلزمنا نخدموا كل الاطراف وكل المتداخلين على مستوى المنشات الرياضيه والفضاءات لنشر هذه الرياضه وارتفاع نسبه الممارسه الرياضه والامكانيات وال موجوده حتى على مستوى الامكانيات الطبيعيه والموروث البيئي موجود في بعث مزيد العمل على بعث من الحدائق الصحيه والمسالك الصحيه مع الحدائق العموميه للشباب والرياضه لممارسه الرياضه، وايضا تشجيع حتى المؤسسات العموميه والخاصه لتكريس هذا المبدا، مبدا نشر الرياضه. وكما انطلقنا اليوم عملنا كما الرمزيه والرساله للكل اللي نجموا نكونوا حتى في المكتب نتاعنا نجموا نمارسوا الرياضه، وهذا ربما على وزاره الشباب والرياضه معناها ماشي في التوجه هذايا ومن خلال المندوبيات الجهويه لمزيد تدعيم المنشات الرياضية والأماكن لممارسة الرياضة وتوفير الفرصة للتونسيين من مختلف الفئات العمرية لممارسة الرياضة. شكرا لك سي عزين، أكيد بما أنك موجود معنا في جهة باش نرجعوا لك في برشا مشاريع متوقفة ومتعطلة عندها سنوات. تحضر معنا أيضا نختم بسيدة أميرة الصغير وهي رئيسة وحدة البحوث والدراسات الممارس الوطني للرياضة. شفنا برشا إحصائيات ما تبشرش بخير. الحلول اليوم اللي لازمنا نعملوه باش يولي المواطن يقبل على الرياضة حتى بقناعة شخصية، مش ضرورة تكون فما فضاءات تستقبلوا. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. اليوم نحلو بأقليم الوسط الغربي باش نقدموا نتائج المسح الوطني الثاني حول الممارسة الرياضية والبدنية لدى التونسيين، وكما كنت تحكي أن الأرقام والنتائج تعتبر مفزعة مقارنة معناها بالنتائج نشوفوا فيها البرة، لكن القناعة الراسخة أنه النتائج هذه ما تبقاش مجرد إحصائيات وكتب في المكاتب فقط، لابد من وضع خطط تنفيذية وعملية لتطوير نسب الممارسة هذه. واليوم احنا وجودنا في مدينة القاسرين في الاقليم هذا بالذات، وانتم تعرفوا اللي النسبه اليوم 13% ممارسه فقط في القاسرين وتراجعت مقارنه بالدراسه الاولى اللي صارت سنه 2009، معناها النتائج معناها في تراجع. لهنا الحلول باش تكون عمليه، والحلول سوف لن تكون حلول فوقيه، هي في اطار مقاربه تشاركيه خرج بها المرصد الوطني للرياضه وسلطه الاشراف، انه نتنقلوا على عين المكان ونقوموا بورشات عمل ونستمعوا لجميع الاطراف المشاركه ولجميع الجهات وجميع الوزارات ذات العلاقه. تشوفوا هنا تشارك معنا وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة المرأة والأسرة، الشؤون الاجتماعية، الأطراف المتدخلة، الجمعيات، المجتمع المدني، رياضة والشغل، الرياضة المدرسية والجامعية، الإطارات المختصة اللي تدرس في الرياضة، جميع الأطراف نجلس كلنا على طاولة واحدة، والحلول يلزمها تكون حلول متفقة وملتصقة مع الجهة، مش الإنسان الموجود في مكان آخر اليوم يقدم حلول لمدينة القاسرين، لأنه ما يعرف القاسرين كان أهالي القاسرين والناس اللي تخدم في القاسرين. دونك هي مقاربة تشاركية باش تكون الخطة التنفيذية تنطلق من القاسرين لأبناء القاسرين، وفي نفس الأشياء نحن نتنقلوا لجميع الأقاليم لأنه الخطط لازم تكون تستجيب للجميع. لهنا مقاربة تشاركية في استراتيجية عمل إن شاء الله تكون عملية، وإن شاء الله تكون المسح الثالث نتاعنا في المرة القادمة يكون فيه يشهد تطور ونتيجة تكون إن شاء الله نتيجة باهية للعمل الميداني لهذا اللي نحن نقوم به. أميرة صغير رئيسة وحدة البحوث ودراسات الممارس الوطني للرياضة، كي نحكوا على القاسرين نحكوا على برشا مشاريع رياضية
الرياضيه متوقفه، منها المسبح البلدي، منها معناها دام دار شباب متعدده الاختصاصات، منها المنتزه الحضري، برشا مشاريع متوقفه منذ سنوات، وهذا اللي ما يشجعش على ممارسه الرياضه. نحكوا على غياب مسالك رياضيه، وايضا كي نحكوا على التربيه نحكوا على برشا مدارس دون ملاعب، دون ساحات لممارسه الرياضه، نحكوا على برشا معاهد دون اساتذه رياضه، نحكوا على برشا مدارس دون معلمين واساتذه ممارسه الرياضه، وهذا اللي يخلي النسب تتراجع كما كانت تحكي السيده اميره مقارنه بسنه 2009 2022 عندنا تقريبا فقط 13% من الناس اللي بقيت تمارس في الرياضه في مختلف الفضاءات. شكرا لك زميلتي نادية الارتيبي. طبعا